السلام عليكم جميعا، ان شاء الله طيبين، ان شاء الله راكزين، ان شاء الله مطمئنين. عندنا لايف سريع الموقف العملياتي الميداني الى تاريخ وساعة اللحظة، الليلة يوم 20/2/24. ابو كتار عليكم الله، وثبتوا لنا اللايف بس سريع. تبشر قوي يا دراكول، تبشر قوي يا أخوي. الشير سريع يا جماعة، ما زمن اللايف، بس دارين انه يصل اكبر عدد عشان الميليشيا دي قاعدة تعمل لها في حركات، دي فرفرة تقيلة. We'll be right back.
السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله مطمئنين، إن شاء الله راكزين، إن شاء الله أموركم مبسوطة وشايفين انتصارات القوات المسلحة مع بعض الخروقات في بعض المناطق. طيب حنمشي الليلة في تقرير سريع، معليش أنا طالع في زمن ما زمن اللايف، لكن فعلا لقينا إنه الانتصارات ما بتتحمل ليه بعدين، فإنتوا كتر خيركم بتودوا الباقي ما بتقصروا. طيب أول حاجة نترحم على شهداء العقد المغاربة والخيانة والغدر أصلا في طبع الميليشيا وفي دمهم، في إنه أي منطقة يدخلوها لا عندهم فيها عهد، لا عندهم فيها سلام، لا عندهم فيها غيره. والحاجة دي طبعا نحن بنقول أول حاجة في بداية كلامنا، بنناشد القوات المسلحة وبنناشد مجلس السيادة، والرسالة دي دارينها تصلهم، يا أهل القيادة، يا أهل القوات المسلحة، قرى مدني وقرى الجزيرة تستباح من الميليشيا، لأنها بقت آخر نقطة للميليشيا وآخر منطلق قوة ليهم قادرين يثبتوا به جنودهم. فرجاء رجاء إذا ما قدرتوا إنكم لأسباب عسكرية أو خطط استراتيجية إنكم تصلوا الجزيرة في الوقت ده، نرجو إنكم توصلوا الشبكة عشان الناس تقدر تطمئن على أهلها، تقدر تشوف أوضاع أهلها، لأنه فعلا بقى انقطاع شبكة عن الجزيرة وبقى استباحة للقرى بتاعت الجزيرة، وفي نفس الوقت الميليشيا مستقلة. الحاجة دي استغلال سيء جدا في إنها تطلع وتطلع فيديوهات إنه والله أن إحنا مسيطرين على الجزيرة وقاعدين ننظف وجايبين منسوبيهم ملبسينهم لبس بتاع مواطنين على أساس إنهم يطلعوا يطمنوا ناس الجزيرة أو أهل الجزيرة، وفي المقابل قاعد تجينا استغاثات وقاعد تجينا مناشدات من أهل الجزيرة ومن قرى الجزيرة في إنه الجيش يتدخل لحسم الكلام ده. فرجاء من القوات المسلحة ومن القيادات ومن مجلس السيادة ومن الفريق أول سعادة برهان، حاولوا توصلوا لنا، احنا ما دايرين نقول لكم هاجموا الجزيرة، لأنه عارفين ان انتم قاعدين وشغالين في اتجاه الجزيرة من كذا محور. احنا ما دايرين نقول لكم يا أخي سرعوا في الشغل أو سرعوا في المحاور أو اشتغلوا أسرع، لا، احنا دايرين نقول لكم وصلوا لنا الشبكة لناس الجزيرة، الناس دي قلبها مقطوع على أهلها، الناس دي تعبانة، دايرة تعرف الحاصل شنو، دايرة تفهم أولاد وضعهم شنو، دايرة ترسل لهم مصاريف، دايرة ترسل لهم غيره. فرجاء رجاء ساعدونا في الموضوع ده. طيب الليلة من الصباح لغاية الآن أو من الستة صباحا أو خمسة صباحا كل شوية بيجينا بشريات زيادة، بيجينا تطمينات زيادة لكل مناطق السودان. دايرين نمسك خطوة أولى ومهمة جدا قبل ما نمشي لباقي كلامنا ولوضعنا الميداني يا جماعة، ميليشيا الدعم السريع كل يوم قاعد تتناقص، وكل يوم المنطقة بتاعت حصارة قاعدة تزيد. كيف منطقة حصارة قاعدة تزيد؟ الناس ديل من أول بداية الحرب من يوم 15 سيطروا على كل المواقع الاستراتيجية في السودان لأنهم كانوا متواجدين فيها، سيطروا على كل الشوارع الرئيسية، ضغطوا المواطنين، حاصروا الجيش في كذا منطقة. الليلة بشهادة قنواتهم الفضائية والقنوات المحسوبة عليهم والإعلام حقهم الكان بينفي في خلال اليومين الفاتوا أو الثلاثة يوم الفاتت إنه والله يا أخي جيش كرري وصل المهندسين، الليلة كل القنوات دي بتتكلم بصورة واضحة جدا عن وصول جيش كرري للمهندسين. طيب هنا في زول قال والله يعملوا هاشتاج للجزيرة، الهاشتاج حق الجزيرة شغال، لكن نحن دارين نضيف عليه هاشتاج بعد اللايف ده، اقترحوا لنا هاشتاج نكتبه تمام لرجوع الشبكة لولاية الجزيرة. طيب نكمل في موضوعنا. الليلة طلعت قناة الحدث وطلعت قناة الجزيرة وجايبين مراسلين من الأرض مشوا لغاية المهندسين، عملوا لقاءات هناك، صوروا من داخل سلاح المهندسين. الليلة الجيش الحاصل فيه كالآتي: التقدم الشغال في المحور بتاع عمدرمان القديمة الجيش مواصل فيه إلى تاريخ اللحظة اللي أنا بتكلم معاك فيها دي، الجيش شغال تقدم في محور عمدرمان القديمة، شغال تقدم في محور المهندسين،
الربط بدل ما كان في محور المهندسين باتجاه الشرقي، الليلة بقى بالاتجاه الشرقي والاتجاه الغربي. الكلام ده يعني لنا شنو؟ يعني لنا انه كل يوم الجيش قاعد يعزز في موقفه، يقوي في موقفه في امداد سلاح المهندسين، يقوي في موقفه في اتجاه كوبري السلاح الطبي عشان يربط سلاح المدرعات، قاعد يقوي في موقفه وارتكازاته في المنطقة بتاعة شارع العرضة، في المنطقة بتاعة شارع الأربعين. شارع الأربعين القبل كم يوم طلع بغال سراج قال لك والله بكرة هنصور لكم تمشيط من هناك، ونحن جينا قلنا هنا لا انت لا غيرك لا الهالك ذاته بيطلع يقدر يعمل لنا تمشيط من شارع الأربعين. الكلام ده محسوم يا جماعة، ولا محتاج انه انا اتناقش معاك فيه، ولا محتاج انه انا اوريك له. ليه؟ لانه القوات المسلحة بدت في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية دي هي شنو؟ عشان الناس تكون فاهمة بشرح بسيط، ما حديك لا بخطط عسكرية ولا بغيره. في مجموعة كانت قوية جدا مسيطرة على مناطق، عندها كثافة بتاعت نيران، عندها كثافة بتاعت عتاد عسكري، عندها عربات محملة بكل ما يخطر على بالك محتاجه داخل المعركة. تمام؟ الجيش في خلال العشر شهور دي امتص الصدمة بتاعتهم، قدر يقلل الكمية بتاعت السلاح اللي بتخش لهم، كمية الأفراد اللي قاعد تخش لهم، كمية الكثافة بتاعت النيران اللي كانت قاعدة تتضرب في خلال العشر شهور الفاتت. بدأت المرحلة الثانية. المرحلة الثانية اللي هي شنو؟ إنه أنا أمشي أهاجم المناطق المتواجد فيها الدعم السريع. لو ما هاجمت المناطق دي أفيك حصار المناطق اللي كان محاصرة الدعم السريع. الحاجة دي حصلت بوين؟ أو ميليشيا الدعم السريع. الحاجة دي حصلت كيف؟ حصلت بإن القوات المسلحة أول خطوة عملتها إنها فكت الحصار بتاع سلاح المهندسين، وعملت ربط بين سلاح المهندسين وبين كرري. الحاجة الثانية اللي حصل شنو؟ الحصل إنه حصل ربط بين المدرعات وبين كرري. ومبارح كلنا شفنا سعادته نصر الدين متجول ومتحرك، والمناطق بتاعت سلاح المدرعات التمشيط وصل فيها، بدل ما كانت حوالين سلاح المدرعات وصل لأماكن قريبة لليرموك. بس احنا ما دايرين نحدد المناطق عشان منتظرين القوات المسلحة هي تطلع الكلام ده. طيب بالنسبة لبحري حصل شنو؟ بحري دي كانت مقطوعة تماما، معسكر حطاب مقطوع تماما، سلاح الإشارة، الحاجات دي كلها بدأ لها ربط. طيب الكلام ده بيقول لك شنو؟ بيقول لك انه والله الانتقال من مرحلة الهجوم، من مرحلة الدفاع لمرحلة الهجوم، اذا القوات المسلحة بقت جاهزة تماما انها بعدها تسترد المناطق. طيب استرداد المناطق ده هل هو في ام درمان ولا في الخرطوم فقط؟ لا، احنا يا جماعة حاليا عندنا الجزيرة اولوية. يا قوات مسلحة، يا مجلس سيادة، أن إحنا عندنا الجزيرة أولوية. ليه الجزيرة أولوية؟ ليه بنطلع نتكلم عن الجزيرة؟ ليه بنقول الجزيرة؟ لأنه الجزيرة دي الخيانة اللي حصلت فيها، مواطن الجزيرة ما عنده فيها ذنب. المواطن الموجود في الجزيرة ما عنده ذنب في الحاجة اللي حصلت بخيانة، ده حصلت داخل القوات المسلحة. أنا مستحيل أشبه المواطن بتاع الجزيرة بالمواطن بتاع الضعين. ليه؟ ما استخفافا ولا استقلال من مواطن الضعين، لكن ببساطة شديدة مواطن الضعين ده مشى للقوات المسلحة قال لها أطلعي. مواطن الضعين مشى للقوات المسلحة قال لها أطلعي، لكن مواطن الجزيرة ده حصلت له القوات من داخل منسوبي القوات المسلحة. نرجع نعيد تاني، ليه بنتكلم عن الجزيرة وليه ضاغطين في الجزيرة وليه دائما بنقول الجزيرة الجزيرة الجزيرة؟ لأنه الجزيرة القيانة اللي حصلت فيها حصلت من منسوبي القوات المسلحة، لكن مواطن الضعين مشى للقوات المسلحة قال لهم أطلعوا. فتاني بنرجع لناشد القوات المسلحة إنه رجعوا لنا أقل شيء. ما دارين نضغطكم في العمليات العسكرية؟ ما كنا فاهمين أنتوا شغالين كيف؟ الآن فهمنا أنتوا شغالين كيف؟ والآن فهمنا إنكم طلعتوا من المرحلة بتاعة الدفاع لمرحلة الهجوم. أنا مقتنع معاك بالكلام ده، ما عندي فيه إشكالية، لكن الآن مواطن الجزيرة مقطوع من الاتصالات، مواطن الجزيرة الآن بيعاني من تحويل قروش لأولاده، مواطن الجزيرة الآن داير يفهم بيته أولاده الحاصل فيهم شنو. فنحن بنناشد القوات المسلحة وبنناشد شركات الاتصال بالإسراع بالإسراع في وصول الشبكة لولاية الجزيرة، لأن الميليشيا مستقلة الانقطاع بتاع الشبكة في ولاية الجزيرة ده عشان ترتكب فظائع في الجزيرة
كويس منها لين الحاجه اللي حصلت في العده المغاربه. فالحاجه اللي حصلت الليله في الجزيره دي تمام، ده كله عباره عن انه الميليشيا خلاص بقت مقتنعه تماما انه حتى مصدر لتمويل لها او انه مصدر لعتاد لها ما في، فدارين يضغطوا الجيش والقوات المسلحه تمام، ويضغطوا المواطن بالجزيره. فنحن يا قوات مسلحه، الجزيره الان عندنا اولويه اكبر من الخرطوم. الخرطوم نحن شايفين الانتصارات اللي فيها بعيننا، وشايفين الحاجه اللي بتعمل فيها القوات المسلحه. فرجاء الجزيره الجزيره ثم الجزيره. طيب الضيعان امبارح حصل فيها شنو؟ الضيعان الساعه 6 صباحا يتحرك الطيران الحربي، او الساعه 3 صباحا يتحرك الطيران الحربي ضرب مواقع للميليشيا داخل الضيعين. المواقع دي فيها شنو؟ عشان ما يجوا لكم القحاتة يبكوا ويكوركوا ويصرخوا، المواقع دي كانت عبارة عن تشوين، وكانت عبارة عن إعداد للميليشيا ومخازن بتاع السلاح عشان الحاجة دي تتسرب تصل الخرطوم. القوات المسلحة طلعت أمس حرقتها اليوم عن بكرة أبيا. الله أكبر الله أكبر. ومبارح قلنا الميليشيا تاني لا بيجيها إمداد، لا بيجيها قوات عسكرية، لا المتعاونين الموجودين داخل الخرطوم ولا بورسودان بيقدر يصلهم إمداد تاني. طيب الليلة الخلية ومبارح تكلمنا عن إنه في أفراد في الشرطة بمعاونة مقدم شغالين في جوازات وشغالين في أرقام وطنية عشان يهربوا الأسر بتاعت الميليشيا. الليلة الخلية بورسودان، ومن هنا تحياتنا للخلية بورسودان، الشغل الشغالين إنه شغل ممتاز، شغل مطمم، ربنا يجزيكم خير عليه ويوفقكم فيه ويسدد أهدافكم في نصرة الشعب السوداني ونصرة القوات المسلحة. الليلة الخلية أعلنت الكلام ده إعلان رسمي إنها قبضت على مقدم شرطة وشبكة من أفراد الشرطة شغالين يطلعوا في جوازات لأسر الدعامة أو لأسر الميليشيا. الكلام ده لشنو؟ الناس دي قاعد تعرّد. بتعرّد ليه؟ ما بعد ده انا قلت لكم زمان وسه تاني برجع اعيد عليكم كويس للناس اللي ما سمعت الكلام ده زمان، قلت لكم الميليشيا خلاص بقت تفقد المناطق بتاعت السيطره اللي كانت قاعده فيها، بقت عارفه انه الجيش انتقل للمرحله الثانيه. الحاجه الجايه قدام باذن الله باذن الله كلها خير للشعب السوداني، وكل اللي قاعد يحصل ده حينظفنا من الخونه ومن المرتزقه ومن المتعاونين ومن ضعاف النفوس. ولسه الخليه عندها شغل في بورسودان ما حنعلنه الليلة، حنعلنه في الأيام الجاية. لكن والله زي ما شردت أسر الناس، وزي ما شردت أسر الشعب السوداني، وزي ما ظلمت الشعب السوداني، وزي ما خليت الشعب السوداني يبحث عن قوت يومه، والله راجع لكم بالمرصاد. الكلام ده اسمعوه واحفظوه كويس، والله أسركم لن تكون آمنة ما دام أسر الشعب السوداني غير آمنة. طيب نمشي قدام. الليلة السيد البرهان وصل القضارف عشان يقيف على الأوضاع في القضارف. طيب دي الحاجة المعروفة والمعلومة للناس تمام؟ الشيء ما معلوم شنو؟ الشيء ما معلوم إنه الليلة القضارف مخرجة مستنفرين ومخرجة كتيبة استراتيجية تمام؟ جديدة. الكتائب والمستنفرين زمان لما كان بيتخرجوا كان بيتخرجوا على كلاش تمام؟ واستعمال الكلاش. أنا أزيدك الليلة من الشعر بيت، إنه والله المستنفرين اللي قاعدين يتخرجوا الآن في الولايات قاعدين يتخرجوا بدورات بتاعة حرب مدن. الكلام ده بيعني لك شنو؟ بيعني لك إنه التجهيزات بتاعة القوات بتاعة المستنفرين والكتائب الاستراتيجية والمقاومة الشعبية المسلحة داخل الولايات كل يوم قاعد تزيد وقاعد تكون أقوى تدريبا وعتادا. في عندنا صور وعندنا فيديوهات ما دارين نرفعها حفاظا على سرية الحاجة اللي قاعد تحصل، لكن أنا بقوله ليك تأكد تماما إنه الهجوم اللي حيحصل على مدني من القوات المسلحة أو من الجزيرة حيكون مكتوب في نهاية الهجوم لن ينجو أحد. عديل لن ينجو أحد. ما في تاني ميليشيا ولا متعاون حيتحرك من هناك. طيب دي معلومة استخباراتية برضو خليها عندك واحفظها. تمام؟ الآن نحن عندنا ناس من داخل مدني قاعدين يرفعوا إحداثيات وشغل بتاع مسيرات، وده الراعب الميليشيا مخليها ما قادرة تستقر ولا في وحدة عسكرية من الوحدات الموجودة في مدني. والله 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 واحفظوا الفيديو ده عندكم، احفظوه عديل. الشغل الجاي في مدني لن ينجو أحد. الكلام ده وصلوا للميليشيا مع إنه استخباراتهم عارفة الكلام ده، عشان كده
قاعدة ترتكف في الفضائع وقاعدة ترتكف في الانتهاكات اللي قاعد تحصل الآن في مدني. والشبكة هترجع لقرى الجزيرة وحترجع للجزيرة وحتشوفوا أولاد الجزيرة ديل عملوا شنو؟ غير فتح الترع وغيره وغيره وغيره، ما دارين نذكر مناطق ولا دارين نذكر الحاجة اللي حصل فيها، لأنه الآن ممكن يحصل لهم استهداف من الميليشيا. فوالله إننا منتصرين، وأصبروا شوية والأمور الجاية أفضل. طيب تاني عندنا شنو؟ كويس؟ عندنا شنو؟ عندنا 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 البيكا بتاع القحاتة. طيب الليلة تقدم أو تسجم تمام بالحاجة اللي قاعد تعمل فيها دي، تمام؟ ده بيأكد لك تماما إنه الجناح العسكري بقى خايف على عناصره، أو الجناح السياسي بقى خايف على العناصر العسكرية الموجودة داخل السودان. طيب الكلام ده جا من وين؟ الكلام ده جا من انشقاقات داخل الميليشيا. أسألك سؤال، ليه كم ما شفت يوسف عزت طلع يتكلم؟ خليك من الاستغالة العملة السجمان داك اسم منه فارس السجم داك، فهمت؟ كويس؟ ليه كم ما شفت الليلة يوسف عزت طلع يتكلم؟ في حاجات الناس ما عارفها أو غايبة عنا ونحن ما بيهمنا كثير. الدار أوصله ليك ببساطة شديدة إنه الانشغاغات اللي بقت داخل الميليشيا دي ذاتها بقت رعبة تقدم، ورعبة الجناح السياسي بتاع الميليشيا، ورعبة الميليشيا في نفسها. ده خلاف الحاجة طلعها تلفزيون السودان قبل يومين أو مبارح بالضبط، طلع عليك التذمر بخطاب رسمي من عيسى بوشارة من داخل تمام القوات بتاعت الميليشيا دي، إنه في تذمر وسطها لنقص الإمداد، لعدم إنجازات على الأرض، لإنه الناس دي عقيدتهم الأساسية في إنه تحارب، العقيدة بتاعتهم هي السرقة والنهب. بقى ما في شيء سرق وتنهب، وكل يوم الجيش قاعد يحرس تقدم، وكل يوم الجيش قاعد يمشي قدام، وكل يوم الجيش من انتصار لانتصار. الحاجة دي هزت الميليشيا داخليا، وهزت المتعاونين مع الميليشيا، وهزت تقدم. ومش كده وبس، لا، الليلة في أم درمان اسمع الكلام ده مني، مش هسه بقول لكم درمان على هجوم، أم درمان ما في أي حاجة، أم درمان فوق للإطمئنان الناس عايشة فيها لغاية التاريخ اللحظة اللي قبل أطلع فيها الله يفدي. أم درمان كامل الإطمئنان وكامل التقدم للقوات المسلحة. طيب الليلة أنا قال أديك حاجة حصلت في أم درمان، ناس الجيش ذاتهم استغربوا دي حصلت كيف، لكن ده بقى شيء طبيعي. الليلة بتكلم مع زول من ناس الجيش في أم درمان سين، قال لي يا أخي والله المتعاونين في أم بدات والمتعاونين في السبيل والمتعاونين اللي كانوا شغالين في حياة أم درمان القديمة جول القوات المسلحة لغاية مواقعها ولغاية ارتكازاتها، قالوا لهم والله نحن كنا شغالين متعاونين مع الناس ديل، ودي المعلومات اللي عندنا. الكلام ده بيعني لك شنو؟ المتعاون ذاته مع الميليشيا قنع من خيرا فيها، المتعاون مع الميليشيا قنع من خيرا فيها. خليك من عساكرهم، خليك من غيرهم، المتعاون ذاته اللي كان بياخد منهم قروش، ولا المتعاون اللي كان قاعد مفتكر انه الميليشيا دي حامياه، الليلة قنع منها. ناس القوات المسلحة عملوا شالوا المعلومات دي، شالوا البيانات، قالوا لهم امشوا بس. فبعد ده الحاجة اللي بتحصل من هنا ولفوق كل يوم هتلقى متعاون جل القوات المسلحة، بعد شوية هتلقى والله انشغاغاتهم كترت، بعد شوية هتلقى اعتذاراتهم كترت. الكلام ده كله بيتصف في منطق واحد أو في ملخص واحد، الليلة قوة الميليشيا من 15 أبريل من الهجوم يتحولت للدفاع، بعد شوية هتتحول من الدفاع للعريد، زي ما هسه قاعدين نشوف في بورسودان، وزي ما قاعدين نشوف كل يوم الخلية قاعد تعمل شنو في بورسودان. الناس تطمئن، المرحلة الثانية بدت. جزاكم الله خير وكتر خيركم، وصلوا لهم الفيديو ده، شكرا لكم.